جدد التحيات لكل يلي هلا انضموا لصباح اليوم عبر هوا الجديد ومنتابع فقراتنا العديده. الفقره اللي احب لقلب كتار مع دكتور رائد محسن، يعني ما بتتخيل قد في ناس تنطرك وقد في ناس بتحكينا عن هيدي الفقره. دكتور رائد، اليوم موضوعنا فعلا من المواضيع بلكي اللي ما خطرت كتير ولا مره عبالي، يلي هو المرض الذهني بمكان العمل. بمعنى اخر، لما بيكون في حدا بالشغل صعب، إذا ما بدنا نقول شيء تاني. دكتور بونجور. صباح الخير لك كل عم يشاهدونا. أهلا وسهلا. شكرا على المقدمة. حضرتك ذكرت كلمة حدا صعب مكان العمل. هلا حدا صعب يمكن بكون عنده مسألة الإيجو، أنا كتير منفوخة أو منتفخة بالأحرى، ويمكن حدا يقول طب هيدي منا انا مرضيه. صحيح مرضيه، لكن احنا عم نحكي عن اشياء كمان اكثر من هيك. هلا شو مره انا وياك بنحكي عن dealing with difficult person، مع الانسان الصعب، المراس الصعب، يعني هذه الكلمه اللي ذكرتيها بتخلينا نفوت على فقره لوحده. هلا بنحكي عن الامراض الذهنيه كلها، يعني بما فيها الانا، يعني انه اذا حدا عنده تنقول او عندها، يعني طبعا نحن دائما بنحكي عن ذكور واناث، OCD obsessive compulsive disorder، اضطراب الوسواس القهري، او انفصام، سكيزوفرينيا، او فوبيا، خوف غير مبرر من شيء. يعني هالامراض اللي بنعاني منها نحن بحياتنا اليوميه والاجتماعيه وعائلتنا قد تعاني معنا، اذا ما كنا عم ناخذ الادويه او الادويه ليست فعاله، او لا نستشير الطبيب النفسي بالوقت المناسب. معناتها طيب عائلتنا مثل ما نقول مجبوره فينا، هي انا عائلتي مجبوره فيه. صحيح. زوجتي بناتي مفروض انه يراعوا لي مشاعري ببعض الامور، حدا اعطاهم نصائح، راحوا عند حدا اختصاصه وارشاد وتوجيه او لا، لكن بيعرف يتعاطوا معي حتى لو كنت عم باخذ ادوية. مجبورين ببعض من الاخر يعني. صح، كيف اذا ما كنت عم باخذ ادوية؟ طب هلا بمكان العمل مين مجبور فيه؟ هلا بنقول طيب لماذا نستبقي على موظفه او موظف ويعاني من امراض ذهنيه؟ لانه اوقات بتكون برودكتيفيتي تبعهم، الانتاجيه تبعهم ما تاثرت، يعني انه هي تتاثر الكواليتي اوقات النوعيه. نعم. اوقات بتلاقيهم انه لا، اذا كان عنده مثلا اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، اضطراب الوسواس القهري، بيكون وسوس انه يقدم افضل ما يمكن. وهون فينا نشوف قد ايه بتكون عم بتعاني بمكان العمل تقدم افضل ما يمكن، وقد ايه بيكون الوسواس براسها بالبيت شاغل عم يشتغل على ماذا جرى في العمل نهار امس وماذا سيجري في العمل غدا. هيدا اللي عنده الاضطراب الوسواسي القهري بتبقى اوقات راكبه على فكره معينه، اوقات على نظافه، اوقات على تكرار الاشياء، اوقات على الافكار المعينه دخلها بالمكان العمل. فمهم كتير هون انه يكون عم بتابع مع الطبيب النفسي، خاصه بالنسبه للادويه، وارشاد وتوجيه بمعنى معالجه نفسيه، بس لكي تتكيف مع واقعها بالعمل. نعم. كي لا تؤثر على الآخرين، ونفس الوقت ما تخلي إنه منه فاضي بقى للبيت، منه فاضي بقى للبيت لهموم أخرى بحياته، ما تأثر على الشغل ولا على الموظفين. طب دكتور سؤال، صار كله بالشغل فكره. نحن اليوم عم نحكي عن أمراض ذهنية، يعني عم نحكي إنه مشكلة نفسية، مش بس مجرد إنسان صعب التعامل معه. صحيح؟ صحيح، مظبوط. طيب في ناس كتير اليوم ما بتعترف، يعني في ناس بيكون عندها اكتئاب، بيكون عندها حالة مرضية معينة ولكن ما بيعترفوا ليتعالجوا اصلا. هيدي مشكلة كتار من الاهل بعينوا منها. نعم. كتار من الزواج بعينوا منها، اذا كانت زوجته او زوجة، لانه بيعتبر انه في تخطى الامر. طيب اوكي، خلي الواحد يحدد فترة معينة ليتخطى فيها الامر، وان لم تتخطى الامر شو بدك تعمل بعدين؟ نعم. طبعا هلا اللي عنده عم بيعاني بالمرض غير ما نحن عم نحكي، بصير يقول إلا إيه بدي بعد فترة أطول، أو في موقف من الأدوية إنه أنا ماني بحاجة لأدوية، أنتوا بحاجة لأدوية. هلا طبعا الواحد بقول من حيث المنطق، طيب استشير أكثر من طبيب نفسي، روح عند طبيب نفسي، عند طبيب نفسي، عند طبيب، روح عند ثلاثة، إذا ثلاثتهم قالوا بدك أدوية معناتها يمكن بدك أدوية. هذا المنطق هيك بقول، بس لما هو يكون عم بيعاني من هالحالة هيدي، لو خمسة أشاروا إليه بأخذ الأدوية بوصفة أدوية، نعم، لن يفعل ذلك. والبعض الآخر بتلاقي لا، أنه بتعاطى مع الأدوية بشكل كتير طبيعي، بروح حيث يجب، يعني أوقات
أول وصفة بعد 20 ل 30 يوم تيشوف الطبيب كيف تفاعل مع الدواء، بعدين بصير كل 3 أشهر، بعدين كل 6 أشهر لما يصير على الدواء بصير هو يعرف بالتليفون بالهاتف بالتواصل مع الطبيب انه رح خفف شوي من هذا الدواء وارفع شوي من هذا الدواء. منا صعبة يعني، يعني إلى حل. طب يمكن حيلا حدا هلا انا يمكن عم باخذ تعاطى ادويه لانه عندي انفصام بالشخصيه، لانه بهلوس اوقات والهلوسه اندر كنترول تحت السيطره لانه عم باخذ ادويه. طب كاستاذ جامعي، استاذ جامعي الطلاب ما بيلاحظوا، وكطبيب اسنان طبيب اسنان كمحاميه كمان اللي بتعطوا معك كمحاميه ما بيلاحظوا ادويه وانت عارفه شوي بتاخذي وعم بتتابعي. طب في كتار عندهم بكل العالم، مش انه مجتمع نحن هلا معاني من الاكتئاب في مجتمعاتنا بالعالم العربي اكثر من غيرنا، والسترس والضغط اكثر يمكن، اذا ما بعرف اذا عملوا ولا شيء دراسي بيطلع انه نحن من رواد التعاطي بالادويه بالنسبه لمضادات الاكتئاب في منطقتنا. نعم. بس عم نقول نحن انه حدا بهلوس بكون قاعد وحده مثلا، ربما يمكن يبتسم ويضحك لوحده. طب هيدي بتصير اندر كنترول يعني، ما يعني بمكان العمل ما معقول حدا يفوت لعندك على المكتب وليك عم تضحك لوحدك. فهي ساعتها تدريجيا ستؤثر على العمل، ولو في قوانين تحمي الذين يعانون من الامراض الذهنيه ببلد ما هن موجودين، ما في قانون يحمي هذا الموظف الذي يعاني من مرض ذهني ان ما كان عم بيعمل واجباته هي يعني اخذ الادويه. بقى ما في انا يكون في عندي موظف عم بيحكي وحده بالاوفيس بالمكتب ويجي زبون لعنده يحكي معه ليه عم بيضحك لوحده وعم بيحكي لوحده. لكن بنفس الوقت ما في انا ان اضيق على موظف اعلم بمرضه الذهني وهو ياخذ الادويه بانتظام بحجه انه طب شو بنعمل يعني، هذا عم بياخذ للسكري، هذا عم بياخذ للضغط، هذا عم بياخذ للامراض الذهنيه، امر كثير طبيعي وعلينا نتعاطى فيها بامر بشكل كثير طبيعي. هيدي طبعا بس دكتور بلكي هون عم نحكي عن حالات متقدمه، بتخيل انه ما رح تتوظف لفتره طويله لانه رح يبين هذا الشيء. اذا بدنا نحكي عن قصص اقل ولكن مفعوله على الارض بشع من خلال كاركتر صعب، من خلال الناس عندها مشاكل نفسيه وبتنعكس على الجو، كيفيه التصرف اذا بدك مع هيك اشخاص، خاصة كنا عم نحكي أنا وياك مبارح إذا كانوا بمركز مسؤول بيكون أسوأ بعد. صحيح. خلينا نقول الكاركتير الصعب على جنب لأنه ما بنحرق الموضوع. نعم. نحكي فيه لوحده. خلينا نقول إنه مرض ذهني وأمراض نفسية أقل شوي. يعني مثل الاكتئاب والضغط. إيه بصير في مزاج لما يصير في، لما أنا عندي اكتئاب واكتئاب حاد سيفير ديبرشن أو اكتئاب بمعنى إنه يعيق حياتي اليومية. لأنه هو أنت الاكتئاب بصير اكتئاب بده معالجة، عندما لا يكون باستطاعتي أن أقوم بالواجبات اليومية التي عادة أقوم بها، معناتها صار بدي أعمل شيء علي هيدي. وإلا إذا الواحد بقول أنه مر علي 3 أيام وكنت حس حالي مكتئب، أوكي كلنا نمرق، أو مزاجك يعني معوكر ليومين 3، لكن عادة. على فترة 20-21 يوم وعاني من هذا الاكتئاب، معناتها 21 يوم ثالث اسبوع صار بدك تشوف حدا لحتى تشوف تعاطى مع حاله الاكتئاب، ما ضروري بالادويه، لكن قد يكون الدواء خيار بس ما بالضروره. فاذا هيدي الاكستريم مود تشينجز يعني تغيير المزاج بسرعه، تغيير المزاج بشكل حد من كان الى اخر، من ساعه بكون مرتاح على وضع، ما عم نحكي باي بولر ذو القطبين اللي كانوا يسموه بالماضي مانيك ديبرسيف يعني مانيا بحاله من الواحد بكون كثير حالته منيحه ما بدي. هلا المانيا هي الجنون، لكن ما بمعنى الجنون انه مجنون، بمعنى انه عم بضحك ومهيس وماشي حالي فجاه بنفقس. بعدين هذا مانيك ديبرسيف، بيجي القطب الثاني اللي هو اكتئاب على شهرين ثلاثه. هيدي من الامراض اللي عم نحكي عنها اللي بدها ادويه. نحن عم نحكي نسبه لسؤالك ل الانسحاب من الحياة الاجتماعية لا بمكان العمل، ما ضروري الحياة الاجتماعية بمكان العمل يعني بطلت أسهر وأطلع عامل اجتماعيات مع الموظفين الآخرين، عم نحكي نحن بالجلسات بمكان العمل بتصير لما يكون في بريك، لما يكون في فرص، لما يكون في فنجان قهوة أو شاي أو اللي هو، لما يكون في تعاطي مع بعضهم بطريقة الزملاء بتعاطوا فيها مع بعضهم ما دخلها بالعمل بينسحب منها، والانسحاب بحياته الاجتماعية الخاصة كمان. ونفس الوقت مثل ما قلنا انه شوية
صعوبة، ما قلنا هلا ما نقول صعوبة باتخاذ القرارات، لأنه الحالة النفسية اللي أنا فيها، وهذا الاكتئاب اللي ما عم نسميه حد إلى مكان ما، يعني هذا الاكتئاب بخليني كمان أشكك بقراراتي، لأنه أسوأ الأمور هي أنه الواحد أن يتخذ قرارات مصرية أو أقل مصرية، قرارات مهمة خلينا نسميها، عندما يكون يعاني من اكتئاب، لأنه ما بخلي الواحد يفكر بطريقة سليمة، فكري بيكون مشوش. بقى الاكتئاب هو نتيجة ضغوطات من مختلف زوايا حياتي وأمور حياتي، ما رح يجي أنا أقدر أخذ قرار، حتى اللي بده يتخذ قرار بالزواج إذا كان عندك حالة الاكتئاب، إذا عندك حالة الاكتئاب مفروض تخذي قرار وأنت تعاني من الاكتئاب. نعم. إذا مكان العمل، وحضرتك ذكرتي كنا عم نحكي إنه إذا حدا كان مانجيريال بوزيشن، مركز إداري، طيب مركز إداري معناتها أنت المسؤول الأول الأخير، حتى لو كان في تصويت عندك مصيبة على الموظفين، يعني مصيبة حتى لو كان في تصويت وصوتوا بمكان ما، أنت بتلاقيه أنت بتحمل مسؤولية القرار. هل أنت بالصعاتك أن أو صعاتك أن تقيم هذا القرار الذي اتخذ على صعيد القسم لمجلس الإدارة وتحمل مسؤوليته وقدر تفكر بطريقة سليمة؟ بقى هيدا اللي طب دكتور، إذا بدنا نعطي هيك تيبس، لأنه يمكن اليوم كتار عم بيحضرونا وعم بيقولوا ايه موجود هيدا الشخص بشغلنا بحياتنا، كيفية التصرف مع هيك شخص؟ كيف ممكن واحد يتصرف؟ في مكان ما بدنا نواجه هذا الشخص ونحكي معه، يعني وهون مسؤولية المديرة أو المدير، وهيدا عبء على المديرة أو المدير تتعاطى مع موظف بمسألة خاصة من هالنوع قبل ما اللجوء، لأن الواحد بقول احكي مع حدا من عائلته، لا هون يعني احكي مع حدا من عائلته لما يكون في علاقة بين المديرة وعائلة هذا الشخص، بين المدير وعائلة هذا الشخص، وهذا قل ما يحصل وشوي مسألة حساسة. لا، نحن هون بدنا نقول لهالموظف انه انا عم بلاحظ عليك وبدك تقولي كمديرة شو عم تلاحظ عليه. هلا هيدي واذا كان هو المدير في مجلس إدارة، في صاحب صاحبة العمل، مالكة العمل، من تملك العمل، من يملك العمل، هل هي عائلة، هل هي إذا كان مصرف بنك شيء، إن كان إدارة شركة شيء، وإن كان فاميلي بزنس، مصلحة عائلية، تجارة عائلية شيء تاني. تجارة عائلية معناتها أنه وجايبين حدا موظف عم يساعدهم، يعني في ما في مجلس إدارة، طيب وهو صاحب الشغل هيك، هون بتصير هدي أنت كمديرة قريبة لهالعائلة، لأنه صاحب العمل يعاني من كذا كذا، وأكيد زوجته ولاده على علم بذلك، لكن عم تفتيروا نظرهم أنه الإنتاجية عم تأثر، الربح عم بيتأثر، رأس مال اللي حصير بخطر، هيدا إذا كان عائلة. هل أسهل الأمور لما يكون في شركة ومجلس إدارة وهيراركي، في تراتبية، لأنه الواحد ما معناته طعن بالمدير أو المديرة إذا أنا لفت نظر مجلس إدارة لأمر ما، لأن يمكن يكون معهم خبر يمكن ما يكون معهم خبر. نعم. بس ما فينا نحن كموظفين 10 15 واحد بالقسم عنده أو عندها نعاني من، مع أنه نتعاطف على الصعيد الشخصي والإنساني، صحيح، أن نعاني بتقييمنا كموظفين والتعاطي معنا كموظفين، وأوقات يمكن يقول واحد أحسب كرامته بمعنى أنه ما قصد يجرحني هيك، لأنه هو طيب، بس إذا كان هو في حدود اخر شيء باي بولر بيجرحني مثلا، اذا كان بوردر لاين بيرسوناليتي كمان بيجرحني. قدام سعد اتحمل الجرح، علما انه ما في اي اهانه اللي عم بعينه من الاشياء اللي قلتها، طالما انه مثل ما بصير في وجع ضرس وبروح عند طبيبة الاسنان بده يصير في وجع نفسي، صحيح، وكلنا معرضين، يعني هو بيتعالج الواحد مثل اي مرض تاني، صحيح. وبعدين الواحد لما يشك بده يشوف غيره، وعم بشك كمان بالمدير، انه يا عمي يعني وكومبيرينج نوتس، عم نقارن معطياتنا الموجوده بين ايدينا انا وموظفين الاخرين، بكون في اجماع او شبه اجماع انه ايه مزبوط في شيء ليس على ما يرام، وهيدا ما دخلوا بالانسان الصعب المراسل ما نحكي عنه يوما ما، عم نحكي نحن انه بالحاله الذهنيه هيدي، فاذا ستنعكس يوما ما على الشركه، على ايدينا كموظفين، على القسم، على البرودكتيفيتي، على الانتاجيه، ستنعكس يوما ما. فإذا خلينا من هلا نقول، وكيف اللي إذا ما عم تنعكس بمعنى إنه من الوسواس القهري تبع المديرة اللي بدها perfectionism، بدها كل شيء يكون كامل، عم بيأثر نحن على أيدينا. بقى بنكون مثلا مقدمين project، مشروع ما، تتأخر هي تتقدمه لمجلس الإدارة، ليه؟ لأنه بدها تضلها تزبط وبدها تضلها
تو ميك شو بدها تتاكد انه 500% ما في اي شوائب ولا غلط. طب ما هيدا عم بأثر على على عم باخر شغل الكل بالقسم اذا كانت مركز اداري، واذا ما كانت مركز اداري نفس الشيء بتصير عم تقدم ومثل ما قلت بترجع بتفكر فيها بالبيت وهي بالسياره عم تفكر فيها وهي يعني بتصير عائلتها تعاني معها من جراء ادائها بالعمل، وهي ادائها بكون افضل من الافضل ممتاز. نعم فالدواء بيخلي هالكيميكلز هالمواد الكيميائيه بالبرينز بالدماغ تفرز بطريقه متوازنه بخلايا الدماغ. فحيلا هلا طبعا حيلا حدا بقول اشرح لي للطبيبه، طبعا الواحد في يعمل الابحاث لوحده بس هيدي تبع جوجل، بصير واحد فوت على جوجل بينصدم لما هي ما في شيء بيصدم، بس لانه الحاله حالتي بصير بنصدم انا هلا بدي اخذ هيك كذا، فاذا خليني امتغن عن جوجل واسال طبيبتي النفسيه انه هذا الدواء ليه عم تعطيني اياه؟ شو وظائفه بدماغي؟ شو بيعمل بخلايا دماغي؟ شو بيعمل بهالكيميكلز بدماغي؟ خليها هي تشرح لي. طيب دكتور، حدا يترك حاله ممكن يدمر حاله؟ يعني ممكن يوقف يشتغل او توقف الناس تشتغل معه، او يعني وين ممكن يوصل توصل هيك حالات اذا ما تعالجت؟ لا ممكن كثير انه حدا يمكن يتصلوا بعائلته يقولوا له سوري يعني عفوا نحن نعتذر لانه صرنا توصلنا معكم وبنعرف انه مشكله انتم ما قادرين كمان تاثروا عليه باخذ الدواء او المعالجه، لكن نحن بما كان العمل ما بقى فينا نتحمل هالشيء هذا. صار عبء علينا. هيدي بيكون حاله انسانيه منيحه انه الشغل اتصلوا بالعائله وقالوا لهم انه بدنا نتعاون سوا على مساعدته وهو ما زال يرفض. طب الأخير كشركة شو بتعمل؟ هلا شركة وصل له عندهم 20 سنة و 25 سنة والآن بدأ يعاني، نقول مجبورين فيه بطريقة أو بأخرى. لكن عم نحكي إنه حدا من بعد ما توظف بفترة بسيطة اكتشفنا إنه عنده هيك ولا يتعاطى بالأدوية. طب نحن قد إيه بشركة إذا صار عم بيأثر على أدائه وتعاطيه مع الموظفين والزبائن قد إيه فينا نتحمل؟ ماديا عم نحكي قد فينا نتحمل، يعني الموظف عم يفعله وما عم ينتج، بقى في حاله انسانيه صحيح. طب ما بعد الحاله الانسانيه لوين في قدره تحمل معينه؟ لوين ضمن نقدر في حسب كل شركه وراس مالها قد ايه قوي وقد ايه مستعدين انه هن يستثمروا بالموظف، لانه لما وظفوه كان عنده كفاءات معينه ومهارات معينه وهذا اللي بخليهم مشدودين له. نعم. فمن ميلي ما بدنا انه واحد يحط يوصم تو ليبل يوصم حدا عنده مرض ذهني ونفسي بانه يي هذا عبء علينا، ومن ميلي تاني انه على اللي عم بيعاني انه يقدر انه بالادويه انا بصير في ارجع اكون طبيعي تعاطي معي بسلاسه. هو طبيعي الكل طبيعي، بس عم نحكي انه اعاني بشيء ما، يعني مثل ما عندي وجع راس بعدني طبيعي. هلا اعاني من الهوس بالوسواس القهري، يعني بعدني انسان طبيعي لكن بركز كثير اكثر ما لازم على الشغل، الشغله اللي بتاخذ مفروض ساعه عم تاخذ معي يمكن اربع ساعات. ما لاني بطيء، لانه بدي اتاكد انه طلعت من مكتبي وهي ما بشوبها شائبه. دكتور رائد ما بعرف يمكن الكونكشن لا الكونكشن منيح، فكرت عندك سؤال. لا فكرتك، انا فكرت صوتك راح. دكتور ما بعرف شو بعد هيك نختم الموضوع، وقتنا انتهى، ما بعرف اذا بتحب تقول شيء. بقول انه الامراض النفسيه كلها اي واحد منا معرض انه يكون عم بيعاني منها اكيد. مني حرف ناقص اذا كان عندي اي من الاشياء اللي انا ذكرتها، بس انا كنت مكان العمل. إذا كان عندي عائلة أو ما عندي عائلة، أنا مسؤول عن حالي، مسؤول عن مستقبلي، مسؤول عن تقدمي مثل أي واحد إنسان تاني لا يعاني من هذه الأمراض النفسية والذهنية. ماذا أفعل أنا إذا كان عندي هالأمراض الذهنية أو النفسية أو مرض منهم؟ أن أكمل مسيرتي بالحياة وأكون منتج على قدر ما عقلي ومهاراتي وكفاءاتي تخولني أن أكون. فإذا هون المحك، إذا كان productivity إنتاجيتي بكل هالمجالات وتقدمي ما عم بيستمر كما يجب، معناتها أنه بدي معالجة مضروري، لا حدا لا زوجتي ولا أختي ولا خيي يقولوا لي. نعم. وإذا كنت أنا لا عم أقدم
والأقدم استطاعتي فقط أن أقدم، أنت الأقدم استطاعتي أن أقدم، لكن أنا عارف أن البوتنشل الإمكانية تبعي أكثر من هيك، وهذا يعيقني، يمكن يكون وجع راسي يعيقني، يمكن يكون وجع معدتي يعيقني. نعم. فإذا ستريس معناتها أنه بدي أشوف شو بدي أعمل بالنسبة للستريس للضغط، فإذا طالما في شيء يعيقني معناتها لازم يتعالج، لأنه ما حدا مجبور يتحمل حدا طبعا. صحيح. دكتور رائد بدي اتشكرك، بلتقي انا وانت اكيد الاسبوع المقبل، شكرا على هالاطلاله القيمه كل تنين معي.